يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله اتخذ إلهه هواه؟ يعني يتبع شهوته وإن خالفت أمر الله عز وجل، فإذا تعارضت شهوته ورغبته ومحبته مع ما يحبه الله ويأمر به فهذا اتخذ إلهه هواه، لأن الواجب أن يطيع أمر الله ولا يطيع أمر نفسه وهواه. نعم. يقول وهل تقال هذه للمسلم المخطئ العاصي؟ نعم يكون عندنا، هو اتخذ إلهه هواه قد يكون أنه كفر أكبر وقد يكون دون ذلك، حتى من المسلم، حتى من المسلم إذا آثر ما ترضاه نفسه على ما يرضاه الله وقدم رضا نفسه على رضا الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وعيد من الله عز وجل. نعم يعم المسلمين والكفار، لكن كل على حسب عمله وما أقدم عليه. نعم.